السلام عليكم، أنا المعلمة عبير أبو حلتم من مدرسة الصفا البريطانية. أعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها منذ 10 سنوات، وأنا رئيسة القسم الآن في مدرسة الصفا منذ 2 سنين. في مدرسة الصفا نحن نستخدم منصة ألف للطلاب الناطقين وغير الناطقين بها، وأيضاً الإسلاميات. للطلاب غير الناطقين نحن نستخدم منصة عربت. يوجد العديد من الأنشطة المرتبطة بمنهاج العربية تجمعنا، وهو المنهاج المستخدم لدينا بالمدرسة كمنهاج معتمد من الوزارة. وأنا كأدمن أقوم بتتبع للمعلمين وللطلاب بعمل جميع الأنشطة المرتبطة بالدرس. ويوجد هناك امتحانات تشخيصية وامتحانات affirmative assessment بنهاية كل موضوع أو وحدة مرتبطة بالكتاب العربية تجمعنا. وهذا الأسلوب جداً مريح للمعلم وللطالب لإنهاء الأنشطة على الموقع.